السلام عليكم، برحب بيكم في الجزء الثاني من توتوريال ازاي تعمل بورتفوليو لشغلك بنفسك، والمره دي هيكون عن طريق مواقع عرض الاعمال، وهنخص الشرح بالتطبيق على موقع بيهانس، وهو موقع مخصص للمصممين علشان ينشروا فيه اعمالهم الفنيه. وخليني اقول لك انه في 20 ديسمبر من عام 2012 اشترته شركه ادوبي المنتجه لبرامج الجرافيكس، وعلشان كده اصبح عليه اقبال رهيب من مجتمع المصممين، واصبح الاختيار الامثل لعرض اعمالهم عليه. فمن غير ما اخدك في تفاصيل كتير، هقول لك ازاي تعمل بورتفوليو لشغلك بنفسك على البيهانس. انا مصطفى عامر، وده توتوريال على الباشا. خلينا في البدايه صديقي ناخد فكره سريعه عن طريقه استخدام موقع بيهانس. اول حاجه هندخل على اللينك الخاص بالموقع واللي هتلاقيني سايبهولك في الديسكريبشن، وهتلاقي نفسك في الهوم بيج، وهتلاقي فيها كميه اعمال فنيه في مختلف مجالات الجرافيك بيتم نشرها على مدار الساعه يوميا من قبل مصممين محترفين من كل بلدان العالم، وتقدر من خلالها انك تطور من نفسك وتاخد لك وجبه تغذيه بصريه دسمه. واول خطوه هنعملها هي اننا هنسجل بياناتنا على الموقع من خلال انك تروح على ساين ان، وبعد كده تختار وسيله التسجيل اللي انت بتفضلها، ولكن بنصح انك تسجل باكاونت الادوبي بتاعك لاسباب كتير. بعد ما تكتمل مرحلة التسجيل هتبدأ بانك ترفع وتنشر اعمالك على الموقع، ودي بتكون اخر خطوة في البورتفوليو. ودلوقتي تعال اقولك على اول خطوة في البورتفوليو لشغلك، الا وهي مرحلة التحضير للاعداد، وفيها هتجهز شغل التصميمات انت انتهيت منها بشكل كامل، سواء كان فاينل ديزاين او موكابس بحجمها الطبيعية، وتكون مجمعهم في فولدر خاص بيهم. بعد كده هتبدأ في الخطوة اللي بعدها، وهي انك هتحضر للعرض التقديمي او الشكل اللي هتقدم بيه شغلك يكون ازاي. وده يا صديقي بيعتمد على رؤيتك الخاصة في انك ازاي هتبدع في شكل وترتيب عناصر شغلك. هتبدأ بانك ترسم مخطط تنظيمي في دماغك او على ورقة او حتى على موبايلك، وهتبدأ تتخيل المخطط وتبني المساحات او الاماكن اللي تحط فيها تصميماتك. انا مثلا بفضل اني اعرض شغلي بناء على المخطط التنظيمي ده. في البلان دي بكون مقسم فيها كل صفحة هتحتوي على ايه بشكل تقريبي، بحيث انا وبنفذ ابقى عارف هبدأ وهنتهي فين ومنين، لان المخطط او البلان الفكرة منه انه بيوصل مبدئيا للشكل اللي يكون فيه شغلك، ودي قاعدة مش ثابتة ولكن هتساعدك بشكل كبير وهتوفر عليك وقت ومجهود فيما بعد. وانا وبعمل المخطط بتخيل اني برسم لوحة فنية عناصرها بتكون صفحات بنسبة عرض الارتفاع بتبلغ 16:9، وهي 1920x1080 بيكسل. الصفحات دي بتتقسم بمرونة بحيث توضح تفاصيل شغلك من غير ما تشتت اللي بيتصفحها. وبالمناسبة الكلام ده بينطبق على تصميمات اعلانات السوشيال ميديا، ولكن في الديسكريبشن هتلاقيني سايب لك اكتر من مخطط لكذا فيلم زي اللوجو والبراندنج ايدنتيتي. وبمجرد ما بنتهي من مرحلة التخطيط او العصف الذهني، ببدأ بعدها اني انفذ الكلام ده على ادوبي فوتوشوب. هروح افتح مشروع جديد وهخلي الطول 1920 بيكسل والعرض 1080 بيكسل والريزوليوشن 300 بيكسل، وهطلع لفوق وهسمي البروجكت بتاعي بورتفوليو، وبعدها هدوس كرييت. وعايزك تركز معايا جدا في الخطوات اللي جايه. هروح على التول بار وكليك يمين على الموف تول واختار الارت بورد. بعد كده هروح على الاوبشن بار، وبالنسبه للطول فانا هكريت 6 صفحات، طول كل صفحه 1080 بيكسل، فهضرب 1080 بيكسل في 6، يعني الطول هيكون 6480 بيكسل، واخلي العرض 1920. بعدها هكليك على اد نيو ارت بورد. بعدها هروح على التاسك بار واكليك على فيو واختار منها نيو جايد لاي اوت. بعدها هروح افعل الروز واروح على الروز نمبر واخليها 6، لاني محتاج اشتغل على 6 صفحات. بعد كده انزل على الجتر واخليها 0 بيكسل. كده انا قسمت البورد وبقيت جاهز اني ابدا اعرض عليها شغلي. فهمشي على البلان اللي انا حاططها، واول حاجه هعمل دراج للكفر في اول صفحه، هشدها واسحبها لفوق واحطها في مكانها في اول البورد. بعد كده هعمل زوم ان علشان اتاكد ان هي محطوطه في مكانها مظبوط. بعدها هروح على اللايرز وهلاقي عندي لاير سوليد كلر، دبل كليك عليه وهختار درجه لون تكون بنفس درجه لون نهايه الكفر. بعدها هدوس اوكي وهعمل دراج للشيب ده، هعمل زوم اوت علشان اظبط ابعاده جوه البورد. بعد كده هروح اكليك على ماسك، ومن التول بار اختار الايسر واكليك يمين واكبر السايز بالشكل ده، وانزل لتحت واصفر الهاردنس. بعد كده هكليك هنا وامسح الجزء ده من الشيب. ودلوقتي هبدا اعرض تصميماتي في باقي الصفحات بترتيب، وركز على انك ما تشتتش اللي هيشوف شغلك من خلال انك تعرض تصميماتك في ابسط شكل ممكن. بعد كده تعمل عملية حفظ للبروجكت من الكيبورد، تدوس على كنترول زائد شيفت زائد اس وتخلي التايب بي ان جي. وبكده نكون خلصنا مرحلة التصميم، وهندخل على المرحلة اللي بعدها الا وهي مرحلة نشر البورتفوليو.
هرجع على البيهانس ومن الاوبشن بار هكليك على شير واختار منها بروجكت، وبعد كده هعمل دراج للبروجكت هنا، وبعد ما يخلص ابلود هروح على ايديت بروجكت واكليك على سيتنج، وفي البروجكت تايتل هسمي البروجكت بتاعي وليكن سوشيال ميديا بورتفوليو، وانزل على البروجكت تاجز واضيف التاجز الخاصه بمشروعي، وانزل تحت واعلم على تصنيفات مشروعي وليكن جرافيك ديزاين، وبعد كده هدوس بابليش. وده بيكون شكل بورتفوليو شغلك على البيهانس، وتقدر تبعته لأي حد يطلب منك انه يشوف شغلك. وبكده اكون شرحت لك ازاي تعمل بورتفوليو لشغلك بنفسك على بيهانس، ومش عايزك تنسى اللايك والسبسكرايب والفولو والشير. طبتم بعافية، واشوفكم وتشوفوني قريب على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.